انا كنت ازاي في الصعيد كمأذونة؟ قولي لي بس، انا عايز اخد التجربه هو طبعاً اللي موجوده في وجه قبلي بالذات. بعد وفاه المأذون بتاع القريه بتاعتي اتفتح الاعلان، بدانا نقدم، فطبعا كانت الفكره جديده والناس قدمي يا دكتوره، ليه مش عايزه تقدمي؟ فاستخرت ربنا سبحانه وتعالى. الناس هي اللي شجعتك؟ واهلي كمان. وبدات اقدم، كان ليها معايير وشروط معينه، الحمد لله توفيق من ربنا كانت تنطبق عليها هذه الشروط. قدمت وكنا 13 واحد، منهم حملت ماجستير ودكتوراه ومؤهلات، هي كان لها شروط معينه وسن معين ومؤهلات ودراسات معينه. ايه هي يا فندم؟ ايه هي الشروط والمعايير؟ اولا يكون دارس الشريعه الاسلاميه، تمام، 4 سنين، يكون من سن 30 ل 40 سنه، يكون من ابن المنطقه، طبعا كمان يكون جنس مصر، جنس المصرية، وحاجات تانية طبعا منها برضو الإقامة بتاعته، كمان الدراسات، هو ياخد أعلى المؤهلات. قدمنا 13 واحد، منهم 3 سيدات وأنا كنت من ضمنهم. طبعا يمكن كنت أول ترشح كسيدة، بعد كده في ناس تانية اتقدمت، اتشجعت فقدموا سيدتين معايا. فالحمد لله طبعا يعني قعدت فتره بقى في المحكمه، في محكمه الاسره في المنيا، وبعد كده تم الاعلان الحمد لله. هي اوراق بس ما فيهاش اختبارات؟ لا، اوراق اوراق وشهادات ومؤهلات وكده، والحمد لله كان الاختيار تم عليا الحمد لله. بعد كده سافرت لوزاره العدل، تم الفحص تاني وقعدت حوالي 10 شهور. بعد كده صدر قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بنفس التعيين بتاع محكمه المنيا، واستلمت بالفعل وبدات امارس عملي منذ شهر بالظبط. والحمد لله الناس متقبله الوضع الحمد لله. كان في بعض الناس اللي لسه ما زال عندهم النفوس الضعيفه، ازاي مراه وازاي هتدخل المساجد وازاي هتكتب ومش عارف ايه، في بعض لكن الحمد لله يعني بمجرد اول كتب كتاب الناس الحمد لله يعني اتبسطت جدا، وبداوا بقى يشيروا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، والحمد لله يعني توفيق من ربنا. اولا اول كتب كتاب كان ليكي امتى؟ كان 1/12. 1/12، فاكره ايه؟ وقلتي خطبه والناس كانت موجوده ومتوقعه وعارفين الحضور، ان كنت يعني المأذونه هي اللي هتعقد القران، ولا جم واتفاجئوا بقى بوجودك؟ لا، هم كانوا عارفين طبعا، خلاص بقى تم تعييني رسمي. لا، مش قصدي على العريس والعروسه، قصدي على المدعوين اللي كانوا بيحضروا كتب الكتاب. طبعا كانوا مبسوطين جدا وبداوا يتصوروا معايا. بتحكيها لنا عادي كده؟ انا عايزه كواليس، احكي لي التفاصيل. الناس دخلت وقالت وشافت؟ لا، كله كان متزاحم، وخصوصا السيدات. كل البنات فرحانه بقى ان المأذونه بتاعتنا، لان هم ما كانوش بيحضروا مع العروسه كتب الكتاب. أيوه. فانا بقى كتب الكتاب في الصعيد بالذات كمان، شجعهم بقى ان هم يجوا ويحضروا مع العروسه ويشوفوا المنديل وازاي المأذونه هيكتب وهيقول ازاي الخطبه، وهل هتقول ولا لا، ولا هتتكسف. فكان دي طبعا بدايه جديده، والحمد لله برضو يعني ربنا وفقنا في الحته. طيب الحمد لله. انت اتكلمتي عن الاوراق المطلوبه اللي قدمتيها عشان تبقي مأذون، لكن في اعتقد مهارات شخصيه لازم تكون موجوده في المأذون، ايه هي؟ اول حاجه طبعا الصدق والامانه لازم يكونوا متوفرين فيه، لان المهنه دي او الوظيفه دي وظيفة ذات قيمة، يعني هي أصلا في البداية هو موثق لعقد قران، فمش لازم يكون مثلا عنده الصفات اللي ما يتصفش فيها غير الصدق والأمانة طبعا. لأن دي حاجة مهمة جدا. طبعا الشجاعة، الثقافة الخاصة بالناحية الشرعية، لأنه قاضي شرعي لازم يكون ملم بالنواحي الشرعية كويس جدا، وده شرط أساسي في المأذون أن يكون دارس شريعة إسلامية خلال الفترة بتاعة الدراسة بتاعته، علشان بيتعرض لمشاكل كتير والفقه وحاجات شرعية، فلازم يكون الحكام ملم بيها جدا بالظبط كده. فالحمد لله يعني الأمور تمام. دراستك اصلا وبرضو كانت في إيه بعض دكتور؟ الاستشارات برضو، لان الحياه العمليه غير الدراسه، برضو بنتعرض لحاجات، بستشير رئيس المحكمه، بستشير الناس اللي موجوده في المحكمه، المأذين الثانيه بستشير برضو، والحمد لله كلهم واقفين جنبي وداعميني، والحمد لله الامور تمام.